برضه. اصحابك في الوسط الفني، اصحابك اصحابك بصي اللي بيجيك تقعدوا مع بصي بعض هو بصي شله. هو ما فيش حاجه اسمها يعني بالنسبه لي. بصي احنا لما تيجي نعمل مسلسل بنبقى كل هي اللي كانت صاحبتي وحبيبتي ومعايا كانت سعاد نصر الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا دي عشان عشره مسرح وسنين، فده بيحصل يعني ترابط أختك. قوي، يعني المسرح حاجه تانية. التلفزيون بتفضلي مثلا 3 4 5 اشهر بتبقي مع مثلا. بس انا بص يعني انا احب قوي 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 من قلبي طبعا عبله كامل. مين ما يحبهاش؟ مين ما عليها. يحبهاش صحيح، بس انا بحبها قوي قوي، وطبعا هي بتحبني جدا، وانتوا والوحيده اللي عزمتني في بيتها واكلتني جمبري. والله ودايما كانت ترشحني مثلا خالتي فرنسا وعوده الندله، كانت يعني هي انسانه جميله وبسيطه وبتخش جوه البني ادمين. عبله مين بقى اللي انا برتاح قوي معاها بعد كده قوي قوي؟ سوسن بدر. جميله الله سوسن جميله. ومؤخرا طبعا في كم اي حد انا يعني قوي في منة شلبي بحبها جدا، بحب الشغل معاها جدا جدا جدا. بقول لك يعني التوافق اللذيذ اللي هم اصلا بني ادمين حلوين قوي. يعني نيلي كريم بقى طبعا يعني بنت بتاعت شغل، بتاعت التزام، محبه للجميع بجد مش هزار، يعني فنانه يعني زي هي البلارينا الطايره دي. هي في الفن بلارينا طايره. مين من الشخصيات الذكوريه الفنانين الرجاله اللي تحبي تشتغلي معايا تاني؟ بصي طبعا استاذ محمود ياسين الله يرحمه، ده كان اول فيلم الاخرس كان معاه بعد المسلسل مرد الجبل مع استاذ نور الدمرداش. ده كان اول مسلسل واول حاجه، وتاني حاجه على طول تحياتي للاستاذ، ده كان انتاج الاستاذ محمود ياسين. قد ايه الراجل ده الله يرحمه الفنان الجميل ده كان يعني بسيط وبيعامل الناس بجمال، كان انسان رائع. كان متواضع. الفيلم ده وعملت بعديه مين تاني بقى؟ طبعا استاذ نور الشريف بحبه جدا طبعا، وفاروق الفيشاوي. كنت لسه اقول لك هند واحلام هند. فاروق الفيشاوي دمه خفيف والله. طبعا احمد زكي طبعا طبعا، ده يعني ده قبل فيلم احلام هند كاملة. كنت عملت بقى قبل الافلام، عملت فيلم في اليونان زمان مع احمد زكي مع استاذ رضا النجار، وكان احمد زكي كان البطل، ومعايا شيرين صرصاره تقريبا، ومعايا يزيد البدراوي، مش فاكره اسم المسلسل زمان قوي قوي، حاجه بتاعت يعني بتاعت 40 سنه مش عايزه افتكرها. لا بس دول والله ده انت عملتي مع كبار النجوم. دول النجوم طبعا كل ده كوم. طبعا استاذ عادل امام انا مش قادره احطه في الصف، لان دوت يعني اللي عملني واللي نقلني واللي حسسني بالسينما كسينما. طبعا غير المخرج طبعا استاذ محمد خان، استاذ اشرف فهمي طبعا، داوود عبد السيد، الثلاثه دول، الاستاذ علي بدرخان، الاربعه دول محظوظه. الاربعه طبعا محظوظه. برافو عليك. محظوظه. يعني يقول لك ايه فدان ايه؟ فطان شطار ولا مش عارفه حاجه كده، رات حظ. رات حظ ولا فدان شطار. انت عندك بس الحظ. في ناس بتشوف. لا انا محظوظه فعلا. أيوه. دي الجمله دي مفيده، انت بتقوليها مظبوطه. بس في ناس بتشوف ان انت مجتهده مش بس محظوظه.